الاستاذنا الكبير الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير صحيفه اخبار اليوم، اهلا بيك معانا ومنورنا ومنور اصلا كلها. اشكرك يا استاذ شادي. الله يخليك. انا الحقيقه يعني حديثنا ان شاء الله هيكون في هذه الفقره هيتناول العديد من الموضوعات. بدايه طبعا هنتكلم عن زياره الاستاذ رفعت فياض لجامعه اسوان، هناخد تقييم وطبعا حول هذه الزياره وحول هذه الجامعه. الحديث مؤكد هيتعرض للموضوعات المطروحه على ساحتنا المحليه الإقليمية وأيضا العالمية، وما فيش شك أنه لازم هيكون هنعرج على موضوع آخر ربما هو الأكثر أهمية حاليا على الساحة، وهو مؤتمر مصر الاقتصادي أو مؤتمر اللي هيعقد في شرم الشيخ إن شاء الله في خلال الأيام القادمة، اللي هيبدأ من يوم الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد. أستاذ رفعت مرة ثانية برحب بيك، ورغم صعوبة الموقف اللي أنا فيه يعني لا أحسد عليه حقيقي والله حقيقي ربنا مرة الأولى اللي أنا ألتقي فيها إن شاء الله ما تبقاش آخر مرة بحضراتكم في قناة طيبة، إنما سعيد جدا بهذا. ربنا يخليك، احنا الاسعد والله. خليني في البدايه اسال حضرتك عن تقييمك لزيارتك لاسوان اولا ولجامعه اسوان اللي هي السبب الرئيسي لوجود حضرتك هنا. شوفي حضرتك، يمكن انا ماسك قطاع الجامعات في اخبار اليوم على مدى 40 سنه دلوقتي، دائما اهتماماتي بالجامعات الاقليميه ودائما مساند لها، لان الجامعه الاقليميه هي مركز إشعاع ومركز تنوير للمجتمع كله في مختلف المجالات. نعم. هي مرآة المجتمع زي الصحافة بالضبط. نعم. فإذا كانت هناك جامعة وفيها كل التخصصات ومخرجاتها جيدة بلا شك تنعكس على المجتمع اللي موجود في هذه الجامعة. طبعاً. هيبقى عند الطبيب الجيد، المهندس الجيد، الصيدلي الجيد، المدرس الجيد، المدرس كل التخصصات الموجودة. جامعة أسوان يمكن لها معزة خاصة جدا عندي. اولا هي كانت فرع من جامعه اسيوط ثم جامعه جنوب الوادي ثم استقلت واصبحت جامعه مستقله بذاتها. يعني الجهد الرهيب الذي بذله الدكتور منصور كباش لانشاء هذه الجامعه واصدار قرار جمهوري بها، انا شفت كل الجامعات الاخرى كيف صدرت القرارات الجمهوريه الخاصه بها، لكن هذا الرجل بذل على المستوى الشخصي بحب وقناعه لأن تكون لأسوان جامعة بهذه الصورة جهد فاق الخيال. نعم. ولهذا كان أقل تقدير من جانبي أن أنا أجي أزور هذه الجامعة وشوف نتائج هذا الجهد، وأنا خدت جولة النهاردة معاه وشفت كيف امتدت الجامعة حتى لمنطقة أسوان الجديدة. نعم. وديا هتشد المجتمع إلى منطقة عمران جديدة أخرى طبعاً. وتبدأ تتوسع المحافظة، ونقطة البداية هي الجامعة بكلياتها المختلفة. نعم. زائد حضرتك دلوقتي بالنسبة للجامعة في الصعيد بالذات.